يا هلا ومرحبا فيكم في الحلقة الثانية من خليجي، حلقة جديدة في العديد من الأمور والإثارة الحاضرة في الملاعب الخليجية. نذهب معكم إلى أهم العناوين. نجوم الدوري السعودي يزينون دوري الأبطال، الكرة الكويتية تتنفس من جديد، ولكن كلاسيكو قطر يكسر صمت المدرجات، مواقف رونالدو الإنسانية لا تتوقف. في السعودية هذا الأسبوع شهد انطلاق الدوري أبطال آسيا، وبالتالي ترقب آسيوي كبير لظهور نجوم كرة القدم العالمية المتواجدين في الملاعب السعودية. تشارك في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 4 أندية سعودية، هي الهلال، النصر، الاتحاد، بالإضافة لنادي الفيحاء. في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل في جدة، قابل فريق نادي الاتحاد السعودي فريق نادي أجمك الأوزبكي، وبدون كريم بتزيمة وبتألق رومارينيو نجح الاتحاد في الفوز على الفريق الأوزبكي بثلاثية مقابل لا شيء في مباراة شهدت إصابة اللاعب عبد الرزاق الحمد الله. في المباراة التالية توقع الجميع من نيمار جونيور أن يقود الهلال لاكتساح نفباخور الأوزبكي، لكن الأمور انتهت في نهاية المطاف بالتعادل بهدف لكل منهما في إطار آراء كثيرة تدور حول المدرب جيسوس. في المباراة الثالثة خسر فريق نادي الفيحاء أمام فريق نادي آهل التركماني بنتيجة هدف مقابل لا شيء. وفي مسك ختام السهرة الكروية نجح فريق نادي النصر السعودي بحضور جماهيري كبير خارج أسوار الملعب من الانتصار بقيادة نجم كريستيانو رونالدو على بريس بولس الإيراني في مباراة لم يحضرها الجمهور بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي حقق الفريق العالمي انتصاره الأول بدوري الأبطال. والحديث أكثر وباستفاضة بالتأكيد نستضيف الإعلام السعودي عيد المسحل. عيد، أهلا بك وسهلا معنا في خليجي، ونتحدث مبدئيا عن الاتحاد، انتصار كبير في بداية المشوار بالنسبة لي عميد الأندية السعودية، لكن مع إصابة لاعبي عبد الرزاق الحمد الله، إلى مدى ستؤثر إصابة الحمد الله في المرحلة القادمة بالنسبة لفريق نادي الاتحاد؟ اهلا وسهلا فيك دكتور محمد، بدايه شكرا لك على الاستضافه الكريمه، وان شاء الله اننا نقدم الفائده المرجوه. بدايه كل عام وطننا الغالي المملكه العربيه السعوديه بخير وامن ورخاء وازدهار، وسائر بلدان المسلمين يا رب يا كريم. بالنسبه لنادي الاتحاد، اعتقد انه نادي الاتحاد يستطيع الاعتماد على بنزيما في حالة الغياب حمد الله المصاب. نادي الاتحاد شاهدنا يلعب بالشكلين، شاهدنا يلعب بتواجد بنزيما لوحده وتواجد حمد الله أيضا لوحده، مش هذه المشكلة في نادي الاتحاد. فأعتقد أنه نادي الاتحاد يستطيع الاعتماد على بنزيما كراس حربة صريح، وأيضا يستطيع تكثيف خط الوسط ومساندة خط الوسط خصوصا من رومارينيو او من كورنادو ومن بعض اللاعبين المتمكنين في دعم بنزيما للامام. اعتقد بانه نونو سانتو يعتمد على مشاركه حمد الله وبنزيما سويا في بعض المباريات نظرا لحرمان الخصم او المنافس من البناء من الخلف، وهذا شيء شاهدناه في مباريات عديده. ولكن بطبيعه الحال الاتحاد يستطيع ان يعتمد على مهاجم واحد هو بنزيما. الهلال في الجولة الأولى حقق تعادل غير متوقع بالنسبة له، ما حد توقع هذا التعادل. هذا الأمر أثار العديد من الجدليات حول المدرب البرتغالي جيسوس، هل رصيده نفذ عند جمهور الهلال؟ أنا أعتقد أنه مسألة جيسوس مع الهلال، خلينا نكون متفقين، مسألة جيسوس مع الهلال هي مسألة تم تضخيمها من قبل بعض الإعلام، نكون واضحين وصريحين. مسألة جيسوس مع الهلال، جيسوس إلى الآن في الدوري السعودي حقق 21 نقطة من 17 نقطة، تحدث عن أرقام. في دوري أبطال آسيا في أول مباراة في دور المجموعات حقق نقطة وحيدة من خلال تعادل. حنا نعرف بأنه الهلال يفترض أن لا يتعادل مع فريق الأوزبكي، الهلال يفترض أن لا يتعادل في دوري أبطال آسيا، بل يكون متصدر ويكون مرتاح نظرا لفارق الإمكانيات بين الهلال وفريق الأوزبكي. ولكن هناك مباريات قد تكون ظروفها مختلفة، هناك ظروف تجبرك أن تظهر بهذا الشكل. نحن نشاهد مانشستر سيتي وهو الفريق الأقوى في العالم أحيانا يعاني بسبب ظروف معينة أمام فرق متدينة الترتيب، سواء كانت في البريمير ليج أو حتى في متدينة المجموعات في الشامبيونز ليج، نشاهد هذا الشيء. ولكن خلينا نوضح أنه لكل مباراة ظروفها،
الحقيقة بأن هناك أخطاء من مدرب جيسوس، أخطاء فنية نعم وواضحة خصوصا في التنظيم الدفاعي وأيضا في تنظيم الوسط، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه ردة الفعل هذه على موضوع جيسوس بهذا الشكل. أنا لا أعتقد أن جيسوس عمل كارثة تستدعي الإقالة، أنا أشوف أن جيسوس أخطأ ويستطيع التصحيح. يعتقد البعض أن جيسوس لن يستطيع التصحيح، وأنا أرى أن جيسوس يستطيع التصحيح إذا تعلم من الأخطاء ونوقش بالأخطاء وتم وضع الحلول لها. حديث بالتأكيد معك استمر، والحديث الآن عن النصر العالمي نجح في تحقيق الانتصار في ملعب صعب، دعم ما كان في جمهور لكن في نهاية المطاف معروف أن أزادي ملعب صعب، شلون شفت انتصار فريق نادي النصر؟ صحيح النصر تفوق على الفريق الإيراني بدون حضور جماهيري في إيران. الملفت في الأمر هو الشعبية الكبيرة لكريستيانو رونالدو، عندما وصلت بعثة نادي النصر إلى إيران كانت شعبية كبيرة ومنظر مهم صراحة لنجم كبير مثل كريستيانو رونالدو. لكن لما نرجع على المباراة بالأخير، النصر هو الأفضل كعناصر وإمكانيات وكتشكيلة وكسكواد وكمدرب، حتى النصر في كل العوامل هو أفضل. النصر دائما ما يميز النصر هو حاجته، تواجد بروزوفيتش وهو مفتاح اللعب الرئيسي للنصر، ومن قبل كان مفتاح اللعب الرئيسي لنادي انتر، وايضا تواجد كريستيانو رونالدو وماني في الشق الهجومي وهم يجدون اللمسه الحاسمه، فبالتالي تواجد العنصر المهم في فتح الملعب هو بروزوفيتش، وايضا تواجد لمسه حاسمه من كريستيانو رونالدو. اعتقد ان النصر قادر على تحقيق على الوصول الى مراحل متقدمه دوري ابطال اسيا نظرا لفارق الامكانيات بينه وبين بعض الانديه الاخرى. هو صحيح كريستيانو رونالدو لاعب كبير ولاعب متمكن ولاعب لديه لمسة حاسمة حتى هو عمره 38 أو 39 سنة. شكرا لك عزيزي عيد، وإن شاء الله أشوفك في حلقات قادمة. شكرا لك على الاستضافة الكريمة دكتور محمد، وإن شاء الله أن قدمنا الفائدة المرجوة بإذن الله. ننتقل هذه المرة إلى الكويت. الكويت الأسبوع الماضي حظيت بأسبوع مميز جدا، نجحت الكرة الكويتية بالعودة بقوة إلى البطولات الأسيوية، وخاصة مع نجاح الأزرق الأولمبي في الصعود إلى نهاية كأس آسيا تحت 23 والتي ستقام هنا في قطر والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024. وأتى انتصار الأزرق بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة في البطولات القارية والخروج من التصفيات، مما جعل الشارع الكويتي يتنفس الصعداء ويتفائل بوجود جيل مميز لكرة القدم الكويتية يبنى عليه في المرحلة القادمة. لكن في الجانب الآخر مجموعة كبيرة من لاعبين نفس الفريق ذهبوا إلى بطولة دورة الألعاب الآسيوية في الصين وخسروا في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الكوري الجنوبي بـ9 أهداف مقابل لا شيء، وهي زيمة قاسية. وفي نهاية المطاف غادر الأزرق الكويتي من دورة الألعاب الآسيوية. هذا الأمر أثار اضطراب في الشارع الكويتي وردود أفعال مختلفة، لذلك راح يكون الحديث مع زميلنا عمر الدويسان من الكويت أكثر عن مشاركة الأزرق في البطولتين. حياك الله أخوي عمر، في البداية كيف ترى صعود الأزرق إلى نهايات كأس آسيا تحت 23 في قطر العام المقبل؟ كل الشكر لك أخوي محمد، وأنا جدا سعيد بتواجد اليوم معاكم وأتشرف أني أكون في برنامج خليجي. بداية محمد، التأهل لنهايات كأس آسيا شيء جدا جميل وشيء مفرح للشعب الكويتي والمنتخب الكويتي بعد النتائج السلبية اللي صارت في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة آخر تقريبا آخر 10 سنوات. هذا شيء وايد زين، ممكن أن يطور اللاعب الكويتي، ممكن أن يطور المستوى على المستوى البدني والذهني ومن كل النواحي. وأتمنى أن هذا التأهل يعود للنفع للمنتخب الكويتي وللاعبين نفسهم من ناحية التطور مثل ما قلت لك. لكن أعتقد بعد التأهل صارت في بعض النتائج السلبية للمنتخب الكويتي، وأنا باعتقادي الشخصي ما نبي نبالغ وايد في الفرحة هذه وأن احنا تأهلنا، لأن أنا أعتقد أن المنتخب الكويتي في الفترة الحالية لا يستطيع مجاراة المنتخبات آسيا في الوقت الحالي. في الجانب الآخر بعد هذه الفرحة يا عمر بالانتصار والصعود والتألق في التصفيات،
كانت هناك خسارة قاسية في الألعاب الآسيوية 9-0. شلون تشوف هذا الموضوع؟ نتيجة 9-0 للأمانة أخوي محمد ثقيلة جدا، ثقيلة جدا، وما كنا متوقعينها نهائيا. يعني احنا كنا متوقعين الخسارة الصراحة، يعني أمام كوريا فريق عالمي، فريق له تاريخه، فريق يعني على مستوى عالي جدا، مو بس مقارنة بالمنتخب الكويتي، فريق عالي جدا بآسيا بشكل عام، يعني من أفضل 3 منتخبات في آسيا. توقعنا الخسارة ممكن 3 ممكن 4 لو 5 ممكن نتقبل، لكن 9-0 نتيجة قاسية جدا للمنتخب الكويتي. وتاريخيا تاريخيا المنتخب الكويتي ما خسر مثل هذه النتيجة الثقيلة، وإمكانيات اللاعبين المنتخب الكويتي أمام المنتخب الكوري ما في مقارنة أبدا، لا من النواحي الفنية ولا من النواحي البدنية ولا من النواحي الذهنية داخل أرضية الملعب. أنت شفت حتى الأهداف كلها كانت تقريبا من العمق، يعني الفروقات الفنية كانت واضحة جدا جدا جدا. احنا الآن يعني نعاني كثيرا أمام الفرق الكبيرة، نعاني كثيرا أمام الفرق اللي طايفتنا في سنوات ضوئية، لكن نتمنى في المستقبل القريب نتمنى أن الفريق الكويتي أو المنتخب الكويتي يتطور ونقدر نجاري على الأقل الفرق هذه الكبيرة. الآن البطولة القادمة كأس آسيا 2023 راح تقام في الدوحة العام المقبل، وهي مؤهلة للأولمبياد باريس. حظوظ الأزرق في البطولة، وش اللي يحتاج الأزرق لتحقيق الإنجاز والعودة إلى الأولمبياد بعد غياب طويل؟ للأمانة أخوي محمد، المنتخب الكويتي حاليا يعني من المفترض أن يكون عنده خطط طويلة المدى، يعني لا هي خطة شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، نتمنى أن يكون عندنا خطة طويلة، يعني من 5 سنوات إلى 10 سنوات. وكل المنتخبات احنا نعرفها وفي كل العالم، مو بس من على مستوى المنتخبات، ايضا على المستوى الانديه، لازم يكون في خطه على يعني على المدى البعيد علشان الفريق يقدر يعني يتطور بشكل ملحوظ جدا. انا ما عمري شفت فريق لا نادي ولا منتخب يتطور في شهر ولا شهرين ولا حتى سنه. لازم عندنا خطه طويله عشان الفريق الكويتي او المنتخب الكويتي يعني يتطور ويقدر يجاري المنتخبات او المناطق اللي حوالين المنتخب الكويتي، دولة الكويت على الاقل على المستوى الخليجي. احنا حتى على المستوى الخليجي ما نقدر نجاريهم، فما بالك على مستوى اسيا. يعني حاليا على الاتحاد الكويتي وعلى رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله شاهين يجب وضع رزنامة واضحة جدا لها اهدافها لها مخططاتها على الأقل للسنوات القادمة. يتم التعاقد مع مدربين على مستوى عالي جدا، طاقم فني على مستوى عالي جدا، الطاقم الفني والمدرب نفسه يختار اللاعبين اللي يتماشون على خططه. أتمنى أن ما يكون هناك تدخلات على المدرب باختيار اللاعبين. يعني من المفترض ان حتى الدوري الكويتي يكون اقوى من الدوري حاليا. يعني انا اشوف صراحة للأمانة الدوري الكويتي ما يطور اللاعب حاليا في الوقت الحالي. الدوري الكويتي ما يطور اللاعب. نتمنى من لجنة المسابقات ان تضع لنا دوري قوي، يتوجد فيه منافسات بين الأندية. يعني اذا كان المنافسة بين نادي ولا ناديين صراحة احنا ما استفدنا شيء. من المفترض أن يكون أو تكون المنافسة على الأقل بين 5 إلى 6 أندية علشان الدوري الكويتي يتطور، عشان اللاعبين يحتكون ببعض بشكل أكبر. إذا كان 5 إلى 6 أندية يتنافسون حتى على مستوى المحترفين، نتمنى زيادة عدد المحترفين في الدوري الكويتي عشان يصير في احتكاك بينهم وبين اللاعب الكويتي نفسه عشان يتطور مستواه. لكن إذا تمينا على هالحال هذا ولا تطورنا لا من ناحية المدربين ولا من ناحية الطواقم الفنية والبدنية والذهنية، وحتى المفروض يكون في أطباء نفسيين عشان يكون اللاعب قبل لا يدخل الملعب تكون نفسيته عالية جدا حتى على مستوى المنشآت. فنتمنى من الاتحاد أن يضع كل هذه الأمور
يعني بعين الاعتبار عشان نطور الكرة الكويتية. وين الكرة الكويتية زمان وين الآن؟ أتمنى أن نرد على الأقل بصيص شوي من الأمل للعصر الذهبي، مع أنه صعبة لكن إن شاء الله نتأمل إن شاء الله. شكرا لك أخوي عمر الدويسان، تشرفنا بتواجدك من دولة الكويت الشقيقة، وبالتوفيق الأزرق في المراحل القادمة. في قطر اللي شغل الناس هذا الأسبوع كان قمة جماهير كرة القدم القطرية ما بين الريان والعربي في الأستاذ أحمد بن علي بالريان، واللي حققت رقم قياسي في الحضور الجماهيري لدوري نجوم قطر، عاد إلى الأذهان سنوات سابقة طويلة جدا في صراعات الجماهير في كرة القدم القطرية. أكثر من 28 ألف متفرج حضروا القمة الجماهيرية التي انتهت بفوز الرهيب بهدف مقابل لا شيء على فريق الأحلام في سيناريو جميل جدا وقوي بالنسبة لعشاق الريان في الدقيقة 97. هذا الحضور الجماهيري سطع على الساحة وجعل العالم كلها تتحدث عن الحضور الجماهيري الكبير في دوري نجوم قطر، وتتمنى عودة الجماهير والتي يعول عليها في المراحل القادمة من دوري نجوم إكسبو. لذلك راح نتحدث معاكم عن أبرز التغريدات اللي كانت بخصوص هذا الكلاسيكو الكبير. وأبدأ في التغريدة الأولى لأخونا حمد لحدان المهندي اللي كتب وقال: أجواء كأس العالم أعادها جمهور العربي والريان لملاعبنا. التغريدة الثانية كانت للأخ عبد الحميد لنقاوي اللي تحدث فيها: لأول مرة منذ سنوات طويلة لم نتابع هذا الكم الهائل من الجمهور في مباراة في الدوري القطري، أكثر من 28 ألف متفرج في الملعب، إنه التحدي الأكبر بين الناديين. المؤثر عبد الله الغافري تحدث وقال: والله حضور مشرف للفريقين من أكثر. ونختم بتغريدة الإعلام المميز خالد جاسم والذي قال: لأول مرة في تاريخ مباريات الدوري القطري يتم كسر رقم الحضور الجماهيري، عدد الحضور في مباراة الريان العربي وصل إلى 28,397 متفرج، الرقم السابق مسجل أيضا باسم جماهير العربي والريان في الموسم الماضي 20,000 متفرج. نتطلع إلى حضور الجماهير أكبر في المباراة القادمة من دوري نجوم إكسبو. لقطة اليوم كانت تتعلق بالكرة الخليجية ولكن في الأراضي الإيرانية، وكلنا شاهدنا الاستقبال الكبير والمهول لفريق نادي النصر ويصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن أكثر مشهد أثر في الناس هي هذه الصورة للنجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو مع الإيرانية التي قامت برسم الدون واللي أهداها كريستيانو رونالدو قميصة. يعكس دائما كريستيانو رونالدو قيمته الرائعة خارج أرضية الملعب على المستوى والبعد الإنساني، يظهر ذلك في صوره، في تصريحاته، في الرسومات التي تقدم إليه، في مشاعره مع الآخرين، في تفاعله مع كل شيء محلي في المملكة العربية السعودية التي تعكس من خلال كريستيانو رونالدو الصورة النمطية المميزة التي يظهر عليها من خلال دوري روشن، ونشاهد ذلك دائما حتى في احتفالات كريستيانو رونالدو حين تسجيل الأهداف بالرقصة السعودية. ومثل ما شاهدنا أيضا في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية واللي نهنئهم طبعا بيومهم الوطني وقيام كريستيانو رونالدو بهذا الصورة وهذا الفيديو الجميل عبر حساب نادي النصر وهو يرتدي الزي الجميل للمملكة العربية السعودية. هذه القيمة الكبرى المفتخرة للدون كريستيانو رونالدو. إلى هنا وصلنا معكم من الحلقة الثانية من خليجي، نتمنى دائما أنكم تتابعونا عبر حسابات ونون في كافة التواصل الاجتماعي. لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب، ونرحب بكل اقتراحاتكم وأفكاركم. نشوفكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.